السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي تتمة لمحاضرة عائلة رتبة الثريبس أو رتبة الثايسانوبتيرا، إذ نأخذ مثال عليها هو عائلة الثيربيديا وعائلة الثريبس، وكذلك نتناول إن شاء الله وندخل في النوع الآخر أو القسم الآخر من الحشرات اللي هو حشرات داخلية الأجنحة، ونتناول إن شاء الله الرتبة الأولى من هذه الرتب اللي هي رتبة النيوروبتيرا أو رتبة شبكية الأجنحة. الآن نجي ناخذ مثال واحد على رتبة الثايسانوبتيرا واللي هي عائلة الثريبس الثيربدي، ونأخذ مثال عليها هو ثريبس البصل ثريبس تباسي. عائلة الثيربدي تعتبر من العوائل التابعة إلى تحت رتبة تيربرانتيا اللي هي رتبة ذات آلة وضع البيض أو واضعات البيض. إحنا ذكرنا بذاك الأسبوع وقسمنا رتبة الثايسانوبتيرا إلى تحت رتبتين اللي هي رتبة واضعات البيض ورتبة ذات نهاية البطن الأنبوبية، وذكرنا أن صفات تحت رتبة واضعات البيض أن إناث تمتلك بطن تحتوي في نهايتها على آلة وضع البيض، عادة ما تكون هذه الآلة من شارية الشكل ونهاية البطن تكون مخروطية، وأيضا تكون الأجنحة أثناء الراحة تكون بشكل متوازي على الجسم، أي الأجنحة أثناء الراحة كما هو الحال في هذا المثال تكون متوازية على الجسم وغير متقاطعة، ونهاية البطن تكون مخروطية الشكل أي لا تنتهي بتركيب أنبوبي في النهاية وتحتوي على آلة وضع البيض عادة ما تكون من شارية. ونتناول عليها مثال هو ثريبس البصل أو عائلة ثريبس البصل الثيربيدي، مثال عليها هو ثريبس البصل. عموما هي عائلة الثيربيدي تعتبر من أكبر العوائل التابعة إلى حشرات الثيربيدي أو عائلة الثيربيدي، وذات أهمية اقتصادية تصيب الكثير من النباتات كالأشجار الفاكهة والمحاصيل الزراعية، وعادة ما تمتلك الصفات التالية: تكون الأجنحة فيها نحيفة وذات نهاية مدببة، واللوامس تكون لوامسها تكون من 6 إلى 9 قطع، وأغلب أنواع الثريبس تتغذى على النباتات مثل ما ذكرنا وتسبب لها أضرار. والمثال الشائع عندنا والموجود في بيئتنا وبكثرة هو ثريبس البصل اللي أمامنا ثريبس تباسي ثريبس البصل. هذا النوع من الثريبس يسبب أضرار كبيرة للمحاصيل الزراعية، خصوصا محاصيل الخضر كالتبغ والبازاليا والبقوليات وكذلك البصل وأنواع أخرى. وكما يزيد الضرر أو الأهمية الاقتصادية أنه يسبب نقل الفيروسات أو أمراض الفيروسية من نبات إلى آخر، خصوصا مرض ذبول وتبقع أوراق الطماطة اللي هو مرض فيروسي. يمتاز هذا الثريبس بأنه له حركة نشطة وينتقل من النباتات بكثرة، وأيضا يصيب أنواع كثير من المحاصيل. وهناك نوع آخر أيضا من هذه الأنواع الثريبس اللي تصيب محاصيل الحنطة، وثريبس آخر ثريبس يسمى ثريبس الأزهار وثريبس البيوت الزجاجية، لكن إحنا نكتفي بمثال هو اللي ذكرنا أمامنا هو ثريبس البصل. عادة ثريبس البصل يكون على لونين، أما يكون ذو لون أصفر شاحب أو يكون بهيئة لون أصفر مائل إلى البني أو إلى اللون البني أو ما يسمى بثريبس التبغ. بعد الثريبس نتحول إلى الحشرات ومجموعة الحشرات خارجية
الأجنحة أو ما تسمى العفو حشرات داخلية الأجنحة، أو القسم الآخر من الحشرات اللي هو الإندوبتيرايجوتا، حشرات داخلية الأجنحة. إحنا في بداية التصنيف أخذنا أو تناولنا إن حشرات قسمت إلى two division، إلى قسمين، اللي هي حشرات خارجية الأجنحة إكسوبتيرايجوتا، وقلنا هذه الحشرات تتميز بأن تشكلها يكون متباين، أي أما يكون تدريجي أو يكون تشكل ناقص. وتناولنا الرتب التابعة لهذه الحشرات من بداية رتبة الرعاشات، ووصلنا إلى نهاية عائلة الثريبس. هنا بقت عندنا الحشرات داخلية الأجنحة هي الإندوبتيرايجوتا، وهذه الحشرات تمتاز بأن لها دور يرقي يلي دور الأذرع، أي الأذرع دور البيضة عفوا، أي البيضة تفقس عن حشرات دودية الشكل أو ما تسمى باليرقات، وقد تكون يرقات منبسطة كما هو الحال في التشكل المفرط. إذن فالحشرات داخلية الأجنحة حشرات تمتلك تشكل من النوع الكامل أو تشكل من النوع المفرط، أي أن البيضة تفقس عن يرقة، أما تكون دودية أو تكون جعالية أو تكون عديمة الأرجل أو تكون منبسطة ذات أرجل وتكون مفترسة. لذلك ممكن أن نحصل على تشكل مفرط، أي أن الطور اليرقي ممكن أن يكون بأكثر من شكل، أي اليرقة في الطور الأول ممكن أن تكون منبسطة ذات أرجل ومفترسة، وفي الطور الثاني ممكن أن تكون يرقة دودية الشكل أو جعالية الشكل أو عديمة الأرجل أو ما يشابه ذلك. الرتبة الأولى من هذه الحشرات هي رتبة النيروبتيرا أو رتبة شبكية الأجنحة. رتبة شبكية الأجنحة تمتاز بأن حشراتها تمتلك أربعة أزواج من زوجين من الأجنحة، أي أربعة أجنحة، زوج أمامي وزوج خلفي. وسميت هذه الحشرات بشبكية الأجنحة كون التعرق لهذه الأجنحة يكون شبكي الشكل، أي مظهر التعرق يشبه الشبكة أو شبكة الصيد، أي لا يمكن تمييز العروق الطولية والعروق العرضية بشكل واضح، لذلك سميت بشبكية الأجنحة. ممكن يكون مثال واضح هنا في حشرة أسد النمل، أي أن الأجنحة تكون ذات تعرق شبكي. جميع أفراد هذه المجموعة هي حشرات مفترسة في الدور الكامل والدور اليرقي، أي أن أجزاء الفم تكون من النوع القارب. قرون الاستشعار تكون موجودة أمام الرأس، وعادة ما تكون في الأنواع طويلة أو قصيرة. في بعض الأنواع لهذه الحشرات تكون الأرجل الأمامية محورة للقنص، كما هو الحال في الرتبة المشابهة لرتبة العائلة المشابهة لفرس النبي لصورتها أمامنا، أي أن الأرجل لفرس النبي تكون عادة أرجل مشي، لكن في هذه العائلة يكون الزوج الأمامي محور للقنص مشابه لفرس النبي. عادة ما تكون معيشة هذه الحشرات غالبيتها تعيش في المناطق الزراعية وفي الغابات والبساتين، ومثل ما ذكرنا هي حشرات مفترسة تحتاج تتغذى على حشرات أخرى. عادة أيضا تكون حشرات نشطة في الحركة. الأجنحة تكون جملونية أثناء الرعاية أو بشكل هيئة تشبه الجملون، كما ذكرنا في بعض أنواع الحشرات مثل حشرات القفازات التابعة لحشرات الهوموبتيرا، أي تكون الأجنحة أثناء الرعاية في بعض الأنواع تكون جملونية الشكل كما هو في الصورة التي أمامنا. نتناول لهذه المجموعة ثلاث عوائل مهمة موجودة في بيئتنا، هي العائلة الأولى عائلة المان تسبيدية، والعائلة المشابهة لحشرات فرس النبي.
تتشابه هذه المجموعه عائله المانتس بدي حشرات فرس النبي بالمظهر الخارجي، اذ تكون الارجل الاماميه محوره الى القنص. هنا ممكن نبين لكم الاختلاف ما بين هذه الحشرات وبين حشرات فرس النبي. حشرات فرس النبي الأمر الأول المهم تعود إلى حشرات خارجية الأجنحة، أي أنها حشرات ذات تشكل تدريجي. هنا هذه العائلة بالنسبة لعائلة المانتسبيدي تعود إلى رتبة النيروبتيرا، هذه حشرات تكون كاملة التشكل، أي لها دور يرقي. فرس النبي لا يمتلك دور يرقي وإنما تكون حوريات، لكن المظهر الخارجي لكل العائلتين الحشرتين متشابه، أي لو كانت هذه الحشرات يعني حشرات عائلة المانتسبيدي لا تمتلك دور يرقي في دورة حياتها، ممكن أن تدخلها ضمن حشرات فرس النبي، لكن الاختلاف صار أنه هذه الحشرات تمتلك دور يرقي وفرس النبي لا تمتلك دور يرقي، تعود إلى الحشرات خارجية الأجنحة. إذن لها صفات متطابقة تقريبا مع حشرات فرس النبي، تكون الحلقة الصدرية الأولى أو القطعة الأولى من الصدر متطاولة، والأرجل الحرقفة الأمامية تكون متطاولة الحرقفة متطاولة والأرجل محورة للقنص، وحشراتية تكون مفترسة. إذن هذا النوع الأول. والأمر المهم أيضا أن هذه الحشرات تمتلك تشكل مفرط، أي أن الدور اليرقي لها لعائلة المانتسبيدي يكون الدور اليرقي الأول منبسط الشكل، أي يرقات لها أرجل سريعة الحركة ومفترسة، والأطوار الأخرى تكون مقوسة الشكل. العائلة الثانية اللي تابعة لها المجموعة عائلة أسد النمل، أسد المن عفوا، أو حشرات مطرزة الأجنحة الكرايسوبيدي، هذه الحشرات تكون ذات أجنحة، أي شكل الجناح يكون مطرز الشكل أو يكون شبكي دقيق جدا أو كثيف جدا، وتسمى هذه الحشرات بأسد المن كونها تتغذى على حشرات المن كاملة سواء كان كاملاتها أو يرقاتها. تكون هذه الحشرات معيشتها على الحشائش والأدغال في البساتين والأشجار والشجيرات، وتنجذب إلى الضوء ليلا، وعادة ما تكون خضراء اللون أو ذات لون أخضر الشكل، وعادة ما تكون عيونها تكون ذهبية الشكل. مثل ما ذكرنا الحشرات لها جناح مطرز، ولها صفة أنها ممكن أن تطلق رائحة غير مرغوبة أثناء لمسها أو تعرضها إلى الخطر، ويرقاتها عادة ما تكون مفترسة وتتغذى على حشرات المن. والصورة الأمامية تشير أن هذه الحشرات تتواجد على الأوراق التي تحتوي على حشرات الذباب البيضاء وحشرات المن، إذ أنها تتغذى على حشرات المن. العائلة الأخرى هي العائلة المشابهة لحشرات الرعاشات، أو ما تسمى عائلة أسد النمل الميرميليونيدي. هذه الحشرات تشابه حشرات الرعاشات، مثل ما ذكرنا العائلة الأولى تشابه حشرات فرس النبي، هنا هذه الحشرات تشابه حشرات الرعاشات، أي أن المظهر الخارجي لها تشابه الرعاشات الصغيرة أو الرعاش الصغير. وهنا أيضا راح يكون عندنا تداخل أو حلقة لازم ممكن أن تتعرفون عليها وتفرقون بها ما بين عائلة أسد النمل والرعاش الصغير. الرعاش الصغير يعود مثل ما ذكر قبل قليل إلى حشرات خارجية الأجنحة، أي لا تمتلك دور يرقي. أما أسد النمل يعود إلى حشرات داخلية الأجنحة، أي تمتلك دور يرقي. وعادة ما تكون هذه الحشرات مفترسة لكل الدورين، الدور الكامل والدور اليرقي. صفات هذه الحشرات تكون أجسامها بنية الشكل غامقة ذات أجنحة
شبكية الشكل مثل ما ذكرنا، وعادة ما تكون مشابهة لأجنحة الرعاشات. الصفة المهمة في هذه المجموعة أن يرقاتها ذات شكل مميز وغريب جدا، إذ لها رأس كبير الحجم وتمتلك فكوك كبيرة تشبه الملاقط، وتعيش في التربة وتنصب الشرك أو المصائد للمن النمل الحقيقي عفوا عند مرورها بتلك الحفر تقتنص هذا المن، لذلك سميت بحشرات أسد النمل لأنها تقتنص النمل الحقيقي عفوا. إذن فيتغذى على حشرات النمل، وجاءت التسمية من طريقة تغذية يرقات هذه الحشرات على حشرات النمل الحقيقي من خلال عمل الفخخ أو المصائد في التربة على هذه الحفر مخروطية الشكل. إلى هنا ممكن أن تكون محاضرتنا لهذا اليوم قد انتهت بهذا الشرح البسيط والمختصر، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونكمل في الأسبوع القادم مع حشرات الحرشفية الأجنحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.